الله 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 كما كيقول جواد مادة والعداوة عباد الله العداوة. وليد الركراكي راه صلابوكا الوالد ديالو تا هو تفرج معنا تا هو قال واحد نصيرو والنتيجة هي هذيك واحد نصيرو واليامق اليوم ما عندي ما نسال لك اخي والله تقاتلت اليامق ميخور خوك هضر ديال البارتي واحسن ملاعبي والله اليامق عجبني بزاف اليوم لعب وتقاتل وكنشكر اللاعبين كاملين ولكن اليامق ادى واحد المجهود كبير 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 وهذا الشيء هذا فرحنا وهذا الشيء غير ما فات الله حنا كنا كنطمحوا غير تعالوا الدار الاول وسيمي فينال ولادي بلادي والعداء ولادي بلادي وانا متاكد عندي واحد اليقين بزاف صراحه من اول بطوله من اول بدايه البطوله وانا متاكد ومتفائل بالخير وغادي نديوها ان شاء الله هذا العام ان شاء الله يا ربي حتى عندي واحد الثقه كبيره في وليد الركراكي وهذا كيشرفني انا وكيشرف المغاربه لان عندنا اطار وطني كفء واطار وطني واعر ودائما خصنا نثقوا في الاطر الفنيه المغاربيه ان عندما نعطي الكره المغربيه وعندهم واحد الغيورين على الكره الوطنيه وعلى البلاد وعلى البنديره كيف ما الشعب كتشوفوا كامل غيور على البنديره وتحيه من القلب لكل المغاربه والعالم كامل اللي كيشجع المغرب تحياتي لك اخويا تبارك الله عليك الله يسر شباب كيفاش تبعتي البارح جينا عندك قلتي لنا 1-0 وديك الشيء اللي كان شنو الاحساس ديالك وشنو الفرحه ديالك اليوم الفرحه ديالي كبيره يا قلت لك البارح انا غادي نعمل 1-0 شنو غادي نعملوا مع إذا تعادلت فرنسا ولا الإنجليز؟ هذا فرنسا هذا فرنسا غطير فرنسا غطير أما الإنجليز ولا الكرواسي غنقلبوه إن شاء الله فينال ديالنا إن شاء الله فينال الكرواسي ولا ولا الكرواسي كرواتيا غادي توصل الفينال وغنلعبوا معاهم غنقلبوه إن شاء الله إن شاء الله علاش لا؟ شنو الرسالة ديالك لوالد الركراكي؟ كنرضي عليه الله يعاونو ويكمل هيدا ونرضى حنا دايما مولي يربح كنضرب منو يفرحنا دايما فرحنا اليوم فرحو السيمانة السيمانة اللي جاية مبروك على المغاربة كاملين مبروك علينا كاملين العالم العربي كامل مزيد من التألق وهنيئا لصاحب الجلالة والشعب المغربي كافة ان شاء الله مزيد من التألق ان شاء الله الكاس في يدنا ان شاء الله تبارك الله عليك شكرا فرصة اننا باش نتلاقاو في هذا العرس الرياضي وكما وعد الاب سي وليد ان شاء الله بحول الله الى جبنا هذا الكاس كما قال سي وليد كان وعدوا ان ديك 26 ملاعب ان شاء الله بحول الله غنحاول نعمل لهم كاملين لي بورتري ديالهم ويستحقون ويستحقون الاكثر وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى المباراه المقبله ان شاء الله بحول الله ننتصروا ونوصلوا لديك الفينال ولما لا ما نجيبوهاش ان شاء الله بحول الله كما قال الناخب الوطني وتحياتي لكم جميعا على هذه المواكبه السيد الصحافي كتشد امه كامله وكتقول خير ماشي ان شاء الله قلت لهم يغلبوا 1-0 شي اللي كاين وهاد المغاربه كامل كنديرو نفوس من تيطوان كويرات ما كاينش شي طاجان كويرات تيطوان كويرات وتحياتنا للجمهور هذا كامله وكنحيي اخ محمد والزمن ديالو الناس هادو هما كاملين كيعدوا هاد الشهاده وطبيبه تيطوان تيطوان كويرات شكرا على هاد الغول بزاف بزاف شكرا اللعابه كانوا رجال ترينادور رئيس الجامعه شكرا اللي عطينا واحد الميساج كبير للعالم بان احنا امه